هقول لكم يعني قبل ما اروح اخد اخر او نشوف اخر تقرير، اقول لكم الفرق اللي وصلت خلاص رسمي لكاس زايد للانديه الابطال. يعني كان في اخر مباراه كانت تجمع ما بين الصفاقس التونسي والنفط العراقي، تفوق فيها النفط العراقي على الصفاقس التونسي وخرج الصفاقس التونسي، كده اكتمل 16 او 16 فريق بوصول الاهلي والزمالك والاتحاد والاسماعيلي من مصر وفاق الصيف واتحاد الجزائر ومولديه الجزائر من طبعا الجزائر، الهلال السعودي والنصر السعودي واهلي جده من السعوديه، الوداد البيضاوي والرجاء المغربي من المغرب، الوصل الاماراتي طبعا الامارات، النجم الساحلي تونس، المريخ السوداني والنفط النفط الوسط العراقي. دول 16 فريق اللي صعدوا لكاس زايد للانديه الابطال.